أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج نور الطب. في الحقيقة في الفترة الأخيرة مع التقدم العلمي الكبير جدا في مجال طب الأسنان بقينا بنسمع كلمة ليزر كتير جدا، فبقينا نسمع كلمة حشو ليزر، مثلا إزالة تصبغات بالليزر، يمكن كمان تبييض بالليزر، فبقينا بنسمع كلمة الليزر بشكل كبير جدا. فإحنا عايزين بقى نعرف إيه هو الليزر، إيه هي استخداماته في طب الأسنان، هل كل حاجة بنشوفها مثلا فيها ضوء هل ده يعتبر ليزر ولا لا؟ لأن بيبقى فيه خلط كبير أحيانا في بعض تلك المفاهيم. كل ده نعرفه النهاردة، ولكن بداية اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة اللي منوراني النهاردة، دكتور إسراء حرب، أخصائية التجميل والليزر للأسنان من جامعة جنوة إيطاليا، دبلوم التجميل الوجه ورقبة البوتوكس والفيلر من جامعة جنوة بإيطاليا. أهلا بحضرتك دكتور إسراء. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، إزي حضرتك؟ منورانا جدا النهاردة. ربنا يعزك، بنوركم طبعا. سعداء بوجودك معانا. ربنا يعزك. دكتور إسراء، طبعا يعني إحنا هنتكلم في صلب التخصص بتاع حضرتك بقى وهو الليزر، يعني إحنا أنا عارف إن حضرتك يعني معظم الشغل كله بيكون ليزر وبوتوكس وفيلر والحاجات اللي هي التجميلية واستخدام الليزر في التجميل. عايزين نعرف الأول بس كده بشكل مبسط إيه هو الليزر؟ بص، هو مبدئيا الليزر ده نوع من أنواع الضوء. نعم. احنا عارفين طبعا الضوء ده انواع كتير، في منه الالترا فايوليت، في الانفراريد، بس احنا هنتكلم من كل ده عن الليزر. الليزر ده ليه استخدامات طبيه واستخدامات غير طبيه. نعم. احنا هنتكلم برضو عن الاستخدامات الطبيه، فاحنا بنتكلم ان في ليزر لو احنا عيلنا بيه قوي ممكن نستخدمه في القطع، بيبقى عامل زي السكينه كده بنقطع بيه. احنا ساعات بنشوفها كمان في بشوفها زي اللي هي الحاجات بتاعت الخراطه والكلام ده، شوف ان هو بيمشي الضوء يقسم الحديد نصين. ما دي الاستخدامات الغير طبيه. تمام. فاحنا في الاستخدامات الطبيه كمان في درجتين من الليزر، في الدرجه اللي ممكن نعمل بيها كاتنج او قطع للتشو. نعم. او الانسجه زي ما بنشوف مثلا في العيون في الجراحات التجميليه. نعم. بنشوف في الاسنان في علاج اللثه، الابتسامه اللثويه. تمام. في اللي هو اللسان المربوط تانج تاي. طب يوصل ان هو يبقى زي المشرط يعني؟ بيبقى بتاع المشرط. بيبقى نفس المشرط وليه مزايا. نعم. نتكلم فيها طبعا. تمام. وممكن يوصل ان احنا بيقل شويه ان احنا نستخدمه استخدامات تجميليه زي ما بيحصل مثلا في الجلديه او في التجميل او حتى في الاسنان. نعم. ان احنا بنعمل توريد للشفايف، بنعمل توريد للثه، بنعمل تبييض للاسنان، بنعمل علاج للالم. تمام. الدكاتره العلاج الطبيعي بالمناسبه بيستخدموه في موضوع علاج الالم. يعني اذا هو من الحاجات اللي ليها انواع، يعني هو يعتبر ليه انواع مش نوع واحد مثلا بيستخدم في كل حاجه. طبعا ليه انواع طبعا وليه شركات، بس احنا بنتكلم عموما عنه كلايت. انا بتكلم تمام. جنرال كلايت بدون دخول في تفاصيل عشان تمام. عشان مش برضه ما يبقى فاهم الدنيا برضه ماشيه ازاي. طب يعني انا كنت قلت في المقدمه يا دكتور برضه موضوع الخلط بين الليزر وبين اي ضوء تاني، يعني احنا هقول لحضرتك على حاجه. دي مشكله في مجال الاسنان. بنشوف كتير جدا حد مثلا جه فعمل التبييض مثلا عادي فيقول لا ده تبييض بالليزر، مش عارف ايه بالليزر، على اي حاجه فيها ضوء. يعني يعني احنا عياده الاسنان لو حاطين فيها مثلا سبوتس زرقاء يبقى عياده بالليزر على طول. ايوه. بص، ايه الفرق بينهم؟ هو للاسف في حاجتين كتير بيشن بيختلط فيهم، موضوع الحشوات بالليزر وموضوع. نعم. التبييض بالليزر. تمام. في تبييض اجهزه كتير معينه بس ده بيكون ضوء مكثف مش ليزر. تمام. فبيجي يقول لك ده انا عملت تبييض بالليزر وبقيت حاسه بحساسيه كبيره بعد في السنان وحاسه ان اسناني وجعاني. في حاجه تانية اللي هو بيقول لك انا عملت حشو ليزر وكنت عاملها مش عارفه بسعر ايه. لا، كلمه تبييض حشو ليزر ده ان احنا بنستخدم جهاز اسمه اربيوم ليزر. نعم. الجهاز ده بياكل في الـ في الـ في الهيكل السنه نفسه. احنا عندنا ليزر نوعين، في نوع بياكل في الانسجه الطريه وفي نوع بياكل. نعم. في الانسجه الناشفه اللي هي زي السنان زي العظم. تمام. فنوع الاربيوم ليزر ده بياكل في العظم او في الاسنان. نعم. بيبتدي ان احنا ناكل التسوس، ما بيكونش فيه وجع. لحظة، ما بنديش بنج. في حاجه مهمه قوي، يعني احنا نعرف ان موضوع الدكتور السنان مرعب ليه؟ عشان الكونترا او الدريلنج اللي بيحصل، هو المريض بيسمع الصوت دوت ما بيدخلش العياده، بيبقى مرعوب داخل العياده. لا، الموضوع ده بسيط خالص بالاربيوم. هو ده فعلا الليزر ممكن يبقى بديل لاستخدام الكونترا او استخدام الدريل. بديل لاستخدام الكونترا او الدريل والابره البنج. وابره البنج كمان. مش محتاج ابره بنج خالص، ده معروف. يعني هو بيعمل تخدير ولا نقصد ان هو لا، هو ما بيعملش بين اصلا، اسمه الكولد ليزر. تمام. عشان هو انت الوجع بيجي من الحراره او لا، هو ما بيعملش اساسا حراره. تمام. طب ده مش وارد يا دكتور ان هو مثلا ياكل في التركيب الصحيح بتاع السنه، يعني ما يشيلش التسوس بس ويشيل اكتر منه؟ لا بالعكس، احنا انا هبسطها بتخيل بسيط شويه. نعم. ان هنتخيل ان السنه فيها مسام زي مسام الايد او كده اهوت. تمام. نفس الكلام، هو برده في التبييض في الميزه دي هتكلم فيها. نعم. ان هو اولا هو بيسيح الـ الخطوط اللي ما بين الحشو وما بين السنه، فبتبقى قطعه واحده.
تمام. ما بي يعني ما بيكونش في فرصه ان حشوه تقع، ان يحصل مشاكل، ان يبقى في حتت عاليه في الحشوه او حتت قليله في الحشوه. والفراغات اللي بتحصل بيسيح. بعد فتره من الحشو برده ما بيحصل فراغ بين الحشوه وبين الضرس ويدخل الاكل، بيخلي الهيكل الحشوه والسنه بيخشوا بعض جدا. هو احنا بنستخدمه بعد ما بنعمل الحشوه ولا قبل؟ بنستخدمه عشان ناكل التسوس في السنه، وبعد كده بنحط الحشوه، وبعد كده بنستخدمه على الحشوه ان احنا نسيحها هي وهيكل السنه يبقوا قطعه واحده. تمام، يعني احنا في البدايه بنشيل بيه التسوس بالظبط، واستخدامه امن، يعني احنا ما بنخافش ان احنا مثلا ان هو الكليزر بقى والحاجات اللي بنشوفها دايما، برضو في ناس بتقلق من الموضوع ده، ويبقى مثلا زي ما قلنا حضرتك قلتي في الاول استخدامات الليزر الغير طبيه او القطع ومش عارف ايه، فبيتهيألي ده بيحصل في الضرس او في السنه. لا لا لا، هو الموضوع بسيط جدا يعني في موضوع الاسنان. تمام، طيب كنا عايزين بقى نتكلم في موضوع استخدامات الليزر، يعني عايزين ناخدها بشكل مبسط كده في الاسنان ونبدا نتكلم فيهم واحده واحده، يعني عايزين نعرف الاستخدامات كده يعني بشكل مختصر. احنا زي ما وضحنا في البدايه ان احنا عندنا الليزر ممكن نستخدمه على الهارت تيشو او انسجه صلبه. نعم. او نستخدمه على انسجه طريه اللي هي السوفت. نعم. تيشو. طيب السوفت تيشو ممكن نعمله زي مثلا في حالات الجنجفايتس اللي هو الالتهاب اللثويه. نعم. نعم. وحالات التصبغات. تمام. اللي في اللثه، حالات توريد اللثه بدون ما بنعملش اي حاجه جراحيه ولا حاجه. ممكن نستخدمه في علاج الجيوب اللثويه، الموضوع ده بجد انا بتكلم فيه كتير جدا، هو علاج الالم. تمام. في بعض الناس بي عندها جيوب لثويه بتقول لك انا بلف على اطباء مصر كلهم حاسس وجع. ده حقيقة. نعم. وبيبقى مثلا عامل عصب ويروح لدكتور تاني مش مدرك ان ده جيب لثه، فبيروح عامل له اعاده علاج عصب ويرجع اعاده علاج عصب. تمام. وفي الاخر الضرس اصلا هو كعصب خالص بقى، ولما تروح للدكتور يقول لك ده العصب كويس بس انا مش فاهم سبب الالم بتاعك ايه. نعم. لا، سبب الالم ان في بوكت، الدكتور لو قاس الجيب جنب الضرس هيلاقي ان في بوكت. والاعراض كبير. مشابهه يعني الاعراض مشابهه، اعراض مشابهه بيبقى في وجع مع الساقع. نعم. حاسس باكلان، عايز يدخل حاجه ما بين سنانه. فدي تبقى اعراض عموما. فهو لو لف عشان يعالج الموضوع تقريبا مش هيعرف، اكتر حاجه بتريحه هو الليزر، بتبقى تمام. جلسه واحده في لحظتها، وعملتها لبيشنتس كتير حرفيا، وصل ان بيشنت عدوا سنتين وثلاثه لحد دلوقتي ما فيش الم، انتهى الجيب اللثوي. ايا كان عمق الجيب، لان انا اعرف ان الجيب أي يعني بص هي دي حته بنتكلم فيها كدكاتره ليزر كتير، ان هو مش بيقلل العمق الا لو هو تبع جلسات. نعم. يعني مشينا على جلسات، ولكن هو عموما بيقلل الالم، بيقلل ان الجيب بيزيد. يعني نقدر نقول ان هو بيعمل كعمل حشو العصب بس من ناحيه اللثه، اللي هو بيمنع الاعصاب الحسيه هو اللي بتحس بالالم ده. بيقلل الالتهابات لو في التهابات بتروح، بيعمل تعقيم للجيب لو في. نعم. بكتيريا جوه بتموت، زائد ان هي كواجيليشن اوف تيشو، الانسجه بترجع تاني تلتئم وتبقى طبيعيه. عشان كده قلت لك لو انت عايز ان الجيب يقل شويه عن طريق جلسات، بس هيقل لحد فين او كده دي بتختلف من بيشنت لبيشنت طبعا. تمام تمام. طيب خلينا بقى نبدا من اول حاجه اللي هي بقى موضوع التبييض، لان ده اللي بيبقى فيه الخلط زي ما حضرتك ذكرتي. فعايزين نعرف ايه هو التبييض بالليزر بقى. التبييض بالليزر في بعض الاجهزه اللي بتستخدم في السوق بدون بقى ذكر شركات او انواع. نعم. الفرق ما بين الليزر وما بين الجهاز ده في الحاجات اللي انا هقولها. اولا في الوقت، الليزر بياخد وقت اقل، يمكن ناخد فيه كله على بعضه من ربع لثلث ساعه يوم في تبييض الاسنان كلها بالكامل. كلها. تمام. هنا بقى بناخد ساعه لربع لساعه بس تقريبا. عدد جلسات معين ولا هي جلسه واحده؟ هي جلسه واحده، الكلام كله يعني جلسه في الليزر واحدة. جلسه واحده خلاص. العيان بيقوم مش حاسس بالم، مش حاسس حساسيه بعديه، حاسس انه مرتاح. هنا العيان بيبقى قايم حاسس ان في حراره طالعه من بقه، في حساسيه شديده، ما بيعرفش يشرب حاجه ساقعه. نعم. ما بيعرفش ياكل ايس كريم، المشاكل اللي احنا بنشوفها في عيادة الاسنان. صحيح. هنا ميزه الليزر بقى، الميزه الاضافيه ان هو زي ما قلنا موضوع المسام في الاول، ان هو بيقفل المسام بتاعه السنه. نعم. فبيخلي ان نسبه الحته اللي تعرضت ليزر نسبه تعرضها للتسوس بتقل. تمام. يعني فهو هو كمان بيحمي الاسنان، بيزود بعكس مقاومه الاشعه الأسنان. اللي طالعه عن موضوع تبييض الاسنان يقول لك تبييض الاسنان بيضعف السنه، بياكل من طبقه مش عارفه ايه. لا، هو في الليزر بالعكس، احنا بنحمي الطبقه دي جدا لان احنا بنقفل المسام دي، فالتسوس يخش. يعني احنا نقدر نقول ان احنا عندنا مشكله في التبييض العادي سواء الكيميائي او الحاجات التانيه دي. دي بتهلك فعلا السنه، إن لكن احنا ممكن ممكن نفتح المسام نطلع التصبغات والمسام مفتوحه زي ما هي. الليزر هو احدث حاجه نزلت على مستوى العالم تقريبا. تمام تمام. انما الليزر نقدر نقول بقى ان احنا دلوقتي بعد ما فتحنا المسام وطلعنا التصبغات الموجوده ولون السنه اتغير قفلناها تاني. بالظبط. تمام. فاحنا ما عندناش طبقه بقى اللي هي ازاله المعادن او الحاجات اللي هي المهمه في السنه. لا 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 خالص، بالعكس بنحمي السنه كويس جدا. طيب المريض يعرف ازاي بقى يفرق ان هو دلوقتي هيعمل تبييض بالليزر ولا؟ لان زي بقول لحضرتك ان دايما في ناس كتير جدا حتى ممكن ما يكونش خطا من الطبيب نفسه، ولكن هو بقى مصطلح دارج، فالمريض مش لو قلت له مثلا تبييض ضوئي لا هيقول لي ايه تبييض ضوئي. هو لازم يبقى عارف يا دكتور محمد اسم الجهاز. في جهاز. نعم. اسمه جهاز زوم، ده مش ليزر. تمام. ده جهاز ضوئي، ده يعتبر جهاز ضوئي عادي، ضوئي مكثف. تمام. هو ليه بيأثر ويمكن على فكره ان هو بيعمل درجه تبييض عاليه. تمام. بس هو ليه اضرار، زي ما هو ليه تجميل عالي هو ليه اضرار. تمام تمام. لكن الليزر مش كده خالص. لا، الليزر بيبقى
انواع جهاز الليزر بيبقى معروف. وبعدين اساسا موضوع الليزر ده موضوع حساس جدا، ما ينفعش يتعمل على اي دكتور يعني. نعم. لازم تبقى انت متاكد ان الدكتور اللي رايح له ده مختص، لان زي ما قلت لك الليزر ممكن اعمل بيه كاتنج اقطع، ممكن اعالج. نعم. ممكن اخش على العيان اعمل له حاجه بسيطه اعمل اسبب ضرر. تمام. فاذا لازم ان الطبيب يكون درس الجزء ده فعلا في ارقام بسيطه جدا، فلازم ان هو يتاكد ان هو رايح لدكتور ليزر معاه شهادات ليزر معلقها او بيساله عن الموضوع ده. نعم. ويتاكد ان جهاز ده ليزر مش جهاز زوم مش كيميكال مش اي حاجه تانية. وطبعا السعر بتاعه اكيد بيفرق بقى، بيبقى بيفرق اكبر طبعا من طبعاً. العادي طبعا. طبعا لان يعني برضو دي من الحاجات المريض برضو لازم يبقى عارفها، لو لقى ان مثلا السعر بتاع طبيب ليزر زي الطبيب العادي او مقاري يبقى اكيد ان هو مش ليزر يعني. بص هو ممكن يتعمل عروض. نعم. العروض بتبقى خلي ان هو سعر اقل، ولكن طبعا الليزر بيكون اغلى من الطبيب العادي. تمام. تمام. بس هو مش الفيصل السعر، هو الفيصل ان هو يسال الدكتور اولا عن شهاداته، يتاكد ان الجهاز الموجود جهاز ليزر ويشوفه. بيبقى مكتوب على الجهاز ان هو ليزر ميد ان كذا، ويوضح للطبيب برضو هل ده ضوئي ولا ليزر. مش برضو مش هتكلم عن المواضيع الصيني بس يكون جهاز فعلا قوي. تمام. والمريض برضو ممكن هو يسال الدكتور هل اللي انا هعمل بيه دلوقتي ده ليزر ولا ضوئي، يعني لازم ممكن يحدد له بين الاثنين. فساعتها اعتقد الموضوع انا بيجي لي كتير بيشنت في العياده بيقول لي انا عملت حشو ضوئي مع دكتور مش عارفه ايه، حشو ليزر. افضل افهمه يا فندم ده مش حشو حاجة ليزر، حاجه اسمها ليزر. لا ده انا عملت حشو ليزر. ويقعد يشاور على الجهاز، هو الجهاز ده فعلا الليزر. لا بتشاور على كونتر عادي، بس هو ده حشو ليزر. ان انا فاهمه طبعا عشان قعدت افهم ان اللايت كيور اللي احنا بنستخدمه في العياده الضوء الازرق ده مش ليزر. تمام. وقعدت افهمها ان هو صحيح اللون الاحمر مش مرتبط قوي بالليزر، لان هو مجرد حاجه انديكيتور. تمام. حاجه بنشاور بيه يعني بنشوف بيها الاتجاه. الليزر بيبقى شفاف. تمام. يعني الليزر اصلا في الاساس ملوش لون، اصلا شفاف بس احنا بنعمله الانديكيتور او الحاجه اللي بتشاور لنا لونها احمر، انا هقطع فين او هعمل عشان اعرف انا شغاله فين. يعني الليزر مش هو ده اللون الاحمر اللي احنا دايما. بس هو عموما احنا بنستخدم اللون الاحمر في اغلب الاجهزه بيبقى باين. تمام. لكن طبعا عمرك ما تلاقي اللايت كيور لونه احمر، ولا حصل انا مش عارفه. لا 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 ما حصلتش، شفناهاش قبل كده. هو ازرق طول عمره. طيب دكتور اسراء، بالنسبه بقى لو انا دلوقتي عملت تبييض ليزر ليزر حقيقي مش 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 ضوئي، يعني المده اللي تفضل السنان بعدها بيضه قد ايه؟ هي بتقعد تقريبا 6 شهور. بس طبعا هنقول نفس الكلام اللي بنقوله في التبييض في حالات التبييض الكيميائي، ان هو لازم بيقلل شرب النسكافيه وشرب القهوه، لازم يهتم، لازم يعمل، بص كل ما بيحب انه يطول في المده بيعمل. تمام. حاجه اسمها هوم بليتشنج. نعم. كت كده انا بديها له بعد التبييض، بقول له ان انت هتستخدمها في البيت. تمام. بيبتدي ان هو يعملها في البيت وفعلا يعني هو دي لما يعني لما بيستخدم الهوم بليتشنج او التبييض المنزلي بيخلي النتيجه او الحاجه بتستمر معايا وقت اطول. تمام. لكن احنا في ناس برضو بتبقى معتقده، يعني انا بشوف بعض الناس يقول لي مثلا عايز اعمل، مش عايز اعمل تبييض في العياده، انا عايز اعمل تبييض منزلي من الاول. بص التبييض المنزلي ده هو جزء من الليزر اصلا. نعم. ينفعش انه يتعمل لوحده، هو لوحدك انت لما تيجي تعمله في البيت هيبيض السنان يعني قد ايه؟ نص درجه درجه. تمام. احنا بنتكلم ان احنا بنبيضها بالليزر 3-4 درجات. تمام. يعني نقدر نقول 3 درجات مثلا. يعني هو الـ التاثير بتاعه حفاظا على السن اكتر من حفاظا على لون الدرج او درجه التبييض اكتر من ان هو يبيض. ممكن لما يكمله في البيت يفتح كمان نص درجه كده. تمام. لكن مش هو اللي هيبيض في البيت طبعا. تمام. تمام. طيب يحافظ بقى، يعني هي اقصى مده تبقى 6 شهور ولا ممكن يطول عن كده اصلا؟ على حسب اهتمام البيشنت. يحافظ عليه ازاي؟ يعني احافظ عليه ازاي؟ يحافظ عليه بموضوع ان هو شرب القهوه والشاي الكتير المستمر ده طبعا بيقل اي حاجات فيها صبغات او الوان لازم تقل. يهتم بموضوع غسيل الاسنان بالفرشه الناعمه دايما. نعم. الدنتال فلوسنج، ان هو يستخدم الخيط الطبي ما بين الاسنان، عشان احيانا بتلاقي ما بين الاسنان لونها اصفر، تلاقي سنه نفسها بيضه وما بين الاسنان اصفر. تمام. لا هو لازم يهتم باسنانه بشكل يعني اي واحد عايز يهتم باسنانه هيعرف يهتم باسنانه. يعني نقدر احنا نقول ان الاهتمام الزياده في فتره بالاسنان في فتره ما بعد التبييض هو ده اللي يؤدي ان احنا ممكن نتعدى كمان فتره الست شهور. الله ينور. وممكن حد يعملها وفي خلال اسبوع اسبوعين يروح للطبيب لو هو مهمل جدا في الاسنان. هو مش لدرجه اسبوع اسبوعين، ممكن يقعد اكتر، بس هو فعلا بيبتدي انه يروح. انا. تمام. بصراحه عملت لنفسي تبييض بالليزر قبل كده. انا حتى لما التبييض راح، انا عاملاه بقالي اكتر من سنه، لما التبييض راح درجه سناني ما رجعتش نفس الصفار، انا حسيت كده. تمام. ممكن بيشن تاني ما ياخدش باله نتيجه انه هو ما كان مش فاكر درجه لون سنانه قبل كده كانت عامله ازاي. تمام. يعني وهي حته مش علميه قوي، عشان كده انا ما اقدرش ان انا اجزم فيها، ولكن انا فعلا حاسه ان لون سناني ما رجعش بنفس درجه الصفار بتاعه زمان. يعني المريض عامل مهم جدا في موضوع الحفاظ على درجه التبييض اللي عنده. طبعا طبعا. تمام. تمام. طيب دكتور، برضو في ناس برضو بعد او من غير حتى ما تعمل التبييض اصلا بيروحوا يستخدموا بعض انواع المعجين بتاعت الاسنان اللي هي بيقولوا بتبيض السنان. تمام. فهل دي فيها خطوره؟
بص انا دايما بنصح البيشنت بتوعي بقول لهم لو انت حابب تستخدمها ماكسيمم وانس ويك، مره واحده في الاسبوع. مره في الاسبوع اكتر من كده يعني حضرتك عارف ان السنه تركيبها اللي هو كالسيوم ابيتايت، تمام، وتركيب معجون الاسنان فلورايد ابيتايت. نعم. كتر استخدام التركيبه دي على الاسنان ببتدي اطرد الكالسيوم من السنه واحط بداله الفلورايد. الفلورايد تمام. السنه بتبقى قويه جدا بس سهل ان هي تتكسر، بريتل. تمام. ده المصطلح بتاعها، حاجه زي الازاز اللي هو نقدر نقول زي الازاز. بالظبط، ان هو فعلا بتبقى عامله زي الازاز فبتبقى سهل ان هي تتكسر. اغلب الناس اللي كانت بتستخدم بودره السجاير والمعجون الاسنان تلاقي سنها بيضه جدا بس بتتكسر بسرعه. تمام. وهل ممكن بعد فتره السنان مثلا يحصل تاكل فيها او في الطبقه اللي هي لونها ابيض اصلا في السنه بسبب الحاجات دي؟ بسبب يعني بسبب المعجون مثلا اللي هو ما بعتقدش ان هو بسبب المعجون. انا بعتقد ان هو بسبب طريقه غسل الفرشه. لازم نمشي لازم نمشي من اللثه للسنه، من اللثه تحت للسنه، ففوق بمشي من فوق لتحت وتحت بمشي من تحت لفوق. تمام. لكن ما ينفعش امشي بالعرض، انا كده باكل. هنتخيل الاسنان كانها عواميد او خشب مترصص جنب بعض. نعم. سور بيت. نعم. لما اجي امشي ببقى انضفه كل مره بالجنب، هبتدي اعمل خطوط. صح. لكن لما انضفه في نفس الاتجاه هلاقي ان ايه، ان انا محافظه على هيكل السن، فلازم انضف كويس. انا ما بنضف السنان، انا كده بنضفها من بره، لازم استخدم خيط طبي عشان اجيب اي حاجه من ما بين السنان موجوده بين الاسنان. بالظبط. لازم انزل انضف الجيوب كويس. احنا طبعا انا لما بيجي لي بيشنت بذات الجيوب اللثويه ببتدي اشرح له الموضوع ده. نعم. طيب في بعض الناس بقى دي مشكله كبيره جدا، ان هو بعد ما بيعمل تبييض هو اتهيأ له بقى انه خلاص ملك الدنيا، هو فيه عملت التبييض، ويمسك سنانه بقى مثلا غسيل 6-7 مرات في اليوم وبعنف بقى، يعني بقى اجريسيف جدا. لا لا لا، ده ايه تاثيره بقى؟ انا دايما بنصح بفرشه الاسنان السوفت. تمام. انا ما بحبش يعني هو الميديوم مقبوله بس انا ما بحبش بصراحه اميل للميديوم ولا الهارد. الهارد دي انا ما بحبهاش خالص. نعم. بتهلك في السنه كانك ماسك سلكه جامده وعملت بيشيل الطبقات الموجوده في السنه. لا لا، مره على مره. ان احنا لازم نتعامل مع السنه لانها هيكل، مره على مره كل ما بنفضل نشيل بتبتدي ان احنا ناكل من طبقات اللي بره. لا، اتعامل مع السنه برفق، بنضف من اللثه للسنه وبنضف بالفرشه الناعمه واستخدم خيط طبي. اللي هيستمر على الكلام ده، انا بقولها دايما، توصل ل70 سنه سنانك موجوده. تمام. نعم. ده اهم حاجه. يعني دلوقتي بقت الناس تخلع سنانها وهي لسه في العشرينات، يعني وفي الثلاثينات، ده مشكله يعني. وفي ناس بتستسهل طبعا. ده قصه اكبر يعني. طيب دكتور اسراء، خلينا ننتقل لموضوع تاني وهو موضوع حشو الاسنان بالليزر. يعني ايه حشو اسنان بالليزر؟ لان احنا كنا بنتكلم برضو ان في خلط زيه زي التبييض برضو. فايه معنى كلمه حشو اسنان بالليزر؟ زي ما احنا شرحناها قبل كده، ان الفكره كلها ان انا عندي سوفت كارس او تسوس الطري. نعم. الموجود في الاسنان، ببتدي ان انا اشيل التسوس ده بالليزر، وبعدين ببتدي ان انا احط الحشوه واسيح اطراف الحشوه. الموضوع. نعم. ده باختصار هنقارنها بالحشو العادي. الحشو العادي انا بعمل ايه؟ بمسك الكونترا، ابتدي احفر في السنه، اكل اي تسوس او اي حاجه، يعني اللي هو التسوس بتاعنا. تمام. بنشيله، بعدين ببتدي اقعد امسك الحشوه وافردها على السطح وارسمها واصنفرها ولمحها. تمام. خلاص. في الليزر الموضوع ده مش كده. هنا انا بنشف باللايت كيور، هنا برضو انا بنشف باللايت كيور، بس انا هنا بستخدم ليزر. تمام. يعني دي نوضحها للناس بقى، ان احنا نقدر نقول لو يعني هنا بنستخدم اثنين. هنا بنستخدم واحد. لو بنعمل حشو عادي انا بشتغل بالجهاز اللي هو الكونترا، او اللي هو بيبقى يعني معروف للناس دايما اللي هو الحفار دايما. تمام. فاحنا بنستخدم دوت، بنشيل بيه التسوس. تمام. وبعد كده بنبدا ان احنا نحط الحشوه، واللايت كيور هو الجهاز الازرق اللي بنشف بيه الحشوه دي. اللايت كيور هو مصنوع عشان خاطر الحشوات. تمام. هو بينشف الحشو. نعم. ومشابه للجهاز بتاع التبييض الضوئي برضو، يعني نفس الشكل بتاع التبييض الضوئي. التبييض الضوئي هو مكثف شويه عنه، اقوى شويه منه، والا كنا هنستخدم اللايت كيور في تبييض الاسنان. صحيح. فاحنا ما بنعملش كده، ولكن يعني بص، اي ضوء هو فيه طاقه، بيطلع طاقه. نعم. ولكن الطاقه بتختلف من حاجه لحاجه. تمام. تمام. في الحشو بقى بالليزر، احنا نقدر نقول ان احنا بنشيل التسوس عن طريق الليزر نفسه. بالزبط. تمام. تمام. ونحط الحشوه ونستخدم ننشفها بالتبييض الضوئي، وبعد كده ممكن نستخدم الليزر بعدها كمان نقفل الفراغات بقى كلها. بالظبط. تمام. طيب الليزر عنده القدره على انه يخترق الانسجه او الانسجه السنيه الضعيفه اللي هي الانفكتد او اللي هي فيها التسوس، ويترك الانسجه السليمه؟ هو اساسا بيشتغل على كده. نعم. هو يعني بيروح ياخد التسوس نفسه، يعني في الاخر بتلاقي التسوس بس، مفيش اي جزء من السنه سليم. نعم. بيتاكل بالليزر، هو بيروح بيستهدف الحاجات دي بس. فده ميزه ان ممكن تلاقي ان في الاخر الكافيتي بتاعتك محفره مش ستريت، ليه؟ عشان هو اكل بس الحاجات اللي فيها تسوس، لكن ما اثرش على السنه، ما اكلش في السنه. تمام. لو احنا عايزينه ياكل في السنه هنقدر نستخدم الاوبشن ده، ما احنا بنستخدمه في عمليات الجراحيه بتاعه العظام.
تمام. مش عظام قسم العظام، انا قصدي يعني الاسنان. لما اجي مثلا عندي سن مدفون وعايزه اكشفه، بستخدم الديود ليزر اللي هو بتاع الانسجه السوفت عشان اكشف الحته دي من اللثه. ميزتها ان مفيش وجع، مفيش نقطه دم، الجراحين بيحبوه جدا. بس طبعا هنا لازم بياخد بنج طبعا، والماكسيلو فيشل بتوع جراحه الوجه والفكين بيحبوه جدا. تمام. ان هو بقدر او اكشف لهم الوسط مفيش نقطه دم شغاله. ده نقدر نقول انه بيقلل المضاعفات بعد كده. اولا بيخف بسرعه. تمام. يعني نسبه الهيلينج بتاعته يعني ممكن خلال اسبوع بيخف. كان الدكتور اللي درسني المنهج ده كان دايما بيقولي ان كان في كيس عندهم كانت ورم في الفك. تمام. ولما شالوه ما استخدموا الليزر لقوا ان خلال 6 شهور الدنيا ابتدت ترجع تاني كويسه. يعني ورم اتشال عن طريق الليزر في العظم، القطع اتشال بالليزر. بالاربيوم ليزر. تمام. وعملوا حاجه اسمها الباي ستيميليشن، ودي طب مهمه جدا جدا، هي دي اللي بتقلل الالتهابات. يعني ممكن انا قبل كده زمان جات لي طفله. نعم. العياده وشها ورم. تمام. ما كناش هنعرف نشتغل بالهيئه دي، فعلا ما كانتش عارفه تفتح بقها خالص وصريخ وعياط. اللي انا عملته ان انا قعدتها، وطبعا خايفه من دكتور الاسنان، اول حاجه طبيعي. عملتها قعدتها. نعم. استخدمنا الليزر وقلنا لها بصي احنا هنلعب بالضوء ده مع بعض، وقعدت اعمل لها كده ضوء كده على وشها كده، هي مش حاسه باي الم ولا حاسه بحاجه. بعدين فجاه لقيتها عملت تمكه. تمام. في ايه؟ انا مش حاسه بوجع. هي مش حاسه بوجع. هو الوجع قل في لحظتها. تمام. مبسوطه رغم ان الورم لسه موجود، بس هي عماله تضغط، هي مش حاسه بوجع. طب ده حصل ازاي يا دكتور؟ ده ايه اللي يخلي الوجع يختفي؟ ما هي الباي ستيميليشن تيب. هي عشان كده انا قلت لك في بدايه الحلقه ان حاجه اسمها البين ثيرابي، علاج الالم. قلت لك جهات العلاج الطبيعي برده احيانا بيستخدموا التيب دي. علاج الالم ده احنا بنستخدمه برده على التي ام جي. تمام. الناس اللي عندها كليكنج او مفاصل الفك او اما في بعض الناس ان هي بتبقى عندها وجع في هنا. تمام. في بعض الناس عندها وجع في المسلز العضلات الوش. انا فاكره ان برده كان جالي بيشنت خلع كل اسنانه، وهم الناس اللي بتفرك في بقها شويه. تمام. عنده موضوع على طول بيجز رغم ان هو ما عندوش سنان. تمام. فكان بيقولي انا بروح بفضل اتعصب طول اليوم، ما بعرفش احط راسي على المخده، انا مش بنام اصلا. تمام. هو انا عملت له جلستين، ثالث جلسه كان خافف. طبعا قلت له ان احنا لازم نستمر على الكورس ولازم نبتدي ان احنا نعوض الاسنان. تمام. اهمل ما جاش، جالي بعد شويه، عارف كاني مثلا دراج ديلر تاجر مخدرات. فعلا عايز الجرعه. انا عايز الليزر. دخل بيتعصب بره، انا عايز الليزر، انا عايز الليزر. ودخلته فعلا، عملت له ليزر وكده، وفهمته قلت له بص انت لازم تستمر على جلسات ولازم تعمل طقم اسنان. هي مشكله عشان نرجع هيئه البق لطبيعته. مشكله المريض المصري دايما ان احنا عندنا لو انا حسيت ان الوجع خف. دي بتحصل كمان، بنشوفها في موضوع حشو العصب كتير. يعني تلاقي ان واحد اول ما فتحنا له العصب، العصب اتفتح، هو ارتاح خلاص، يبقى انا كده خفيت، انا مش محتاج اروح تاني. إن مش معنى ان هو فتح ان كده التهابات راحت او الخراج. صحيح. راح، ده الخراج بينتشر تحت، بس احنا خففنا عنك الالم. تمام. لازم الضرس يتنظف بالكامل. صحيح. نفس الكلام برضو احنا في الليزر بنستخدمه علاج الالم، سواء على العضلات او على الفك. الناس اللي احيانا بيبقى عندها مشكله في الفك ان هو تيجي فتره كده مش عارف تفتح بقها قوي. تمام. بالليزر احنا يا بعد ما بخلص لها الليزر في لحظتها بتفتح بقها في نفس الجلسه. وفي ناس اللي عندها العصب السابع. انا دي بقى يعني عارف انا شغلتها على ناس كتير، بس اكتر حاله معلمه معايا واحده صاحبتي دكتوره اسنان. تمام. قالت لي جمله، قالت لي انا اول مره افتح شباك العربيه وانا بسوق، انا مبسوطه، الهواء بيخبط وشي، انا مش موجوعه. ده نتيجه ان هي كان عندها العصب السابع. يعني عملت لها برضو جلسات ليزر، ارتاحت جدا وخفت. تمام. يعني كل ده الليزر بيدخل فيه، يعني كل الحاجات ما عشان كده احنا قلنا ان احنا ممكن نستخدمه على السوفت، ممكن نستخدمه على الهارد. احنا كمان غير السوفت في حاجه اسمها الباي ستيميليشن، اللي هو اللي انا بكلمك عنها دي، اللي هو علاج الالم، علاج عموما. يعني لو واحد وشه ورم وعملت له ليزر باي ستيميليشن، وشه بيهدى، عارف هو بديل. طيب. الحوامل لما بيجوا لي العياده، انا اخويا استشاري نسوة توليد، فلما بيجي بيبعت لي حالات، احيانا لما بيبعت لي الحاله انا ببقى مش عارفه اكتب لها دواء ايه. تمام. فبشتغل على ايه؟ مضاد حيوي والليزر. ما بدهاش مسكنات اصلا، هي بتبقى خلاص تقريبا في الشهور الاخيره، او حتى في ومن اخطر الحاجات ان احنا ناخد مسكنات قويه في الشهور دي، وبتبقى فعلا جايه وشها وارم، تعبانه، مش قادره تستحمل اي حاجه، فبضطر ان انا اعديها يعمل لها ليزر. هو طيب. سيف على الحوامل، سيف على الاطفال. نعم. ملوش اي اضرار. طيب استاذ حضرتك، ناخد اتصال من الاستاذ عبد الرحمن من الجيزه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك كيف استاذ عبد الرحمن؟ اتفضل. احب طبعا اشكر الدكتوره اثراء واشكرها على المعلومات القيمه، بس كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا لو عندي التهاب في الليزر. تمام. بالليزر هيقدر يحصل فيه تحسن معايا ولا لا؟ الحاجه الثانيه، انا كنت مركب تركيبه. تمام. وجالي منها التهابات، فلو اقدر ان انا اقدر اعمل ليزر او ايه
التعليمات اللي اقدر اعملها معاه. تمام، بنشكر اتصال حضرتك جدا استاذ عبد الرحمن. دكتور اسراء جاوب حضرتك حالا. استاذ عبد الرحمن بيقول موضوع الالتهابات بتاعه اللثه هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. ليه جيوب اللثويه؟ فهو دلوقتي عنده التهابات لثه، هي ليها طبعا اكيد ليها عوامل كتير ان هي ممكن تظهر يعني. هل يقدر ان هو عن طريق الليزر يتخلص منها تماما؟ طبعا احنا اولا بنستخدم زي ما احنا قلنا في البدايه ان احنا بنستخدم الليزر لعلاج الجيوب اللثويه. نعم. خلال 3 ايام اللثه بتختلف، بترجع بينك تاني، بترجع كويسه حرفيا. 3 ايام انا بدخلها في تحدي مع البيشنت. ده حاجه يعني سريعه جدا. الا بقى لو حاله عارف بقى لها سنين التهابات ومهمله في نفسها، احنا بنتكلم في الحالات البسيطه او الوسط. تمام. ده ميزه الليزر في التهابات اللثه. تاني حاجه التركيبات، ده بقى ده قصه بجد مهمه طبعًا. جدا طبعا نشوفها كتير جدا موضوع ان حد ركب تركيبه وبعد ما ركب التركيبه المفروض ان انا لما اركب تركيبه ترجع تاني ان ما يكونش عاليه عن الجدر، يعني يكون هي والجدر قطعه واحده زي مثلا الايد والجسم ماشي كده او كده، ماشي بمجس او حاجه ان انا الاقي الدنيا. تخيل لا قدر الله مثلا حته اتشالت فحطيت واحد تاني هو عالي فالاكل عمال يتحشر. طبعا تمام، مشكله. فدي مشكله، فلازم طبعا الدكتور يكون حريص، عشان كده برضو دي محتاجه دكتور تجميل. الدكتور يكون حريص ان هو بيشيل الزوايا دي. تمام. في التركيبات اللي هي البي اف ام او اللي هي سيرامو ميتاليك المتبطنه معدن. نعم. سيراميك من بره ومعدن من جوه، دي لو شال السيراميك تمام المعدن هيتكشف، فبيضطر الدكتور ان هو ما يشيلهاش. فطبعا انا ما بيجي لي عيان عياده بصراحه انا ما بحبش اشتغلها بنفسي، بحس بتانيب الضمير ان انا بقولها له صراحه ان انت هيحصل لك التهابات في اللثه ممكن من 3 ل 10 سنين. تمام. لكن لو هو من البدايه استخدم التركيبات التجميليه اللي هو الاي ماكس او الزيركونيا او تركيبات عموما التجميليه. نعم. سهل جدا ان انا لو في زوايد اشيلها. يعني انا عملت برضو حالات سمايل ديزاين وكده، تقريبا ما باجي اتابع الحاله مثلا مره كل سنه ولا كل 6 شهور ما شاء الله ما فيش التهابات. يعني حضرتك تقدري تقولي ان فرق نوع التركيبه كمان بيفرق في موضوع صحه اللثه؟ طبعا طبعا طبعا، ما ينفعش يكون في تركيبه فيها زوايد، حته زوايد دي حتى الحشو دي تمام. حاجه لازم برضو الدكاتره ياخدوا بالهم منها. دكتور الحشو لازم لما يجي يقفل السنه يقفلها كويس، يستخدم الحاجات بتاعته ان هو انت عارف ان احنا بنحط الحاجات بتاعتنا. نعم. ان هي تقفل السنه كويس خلاص. لو هو ما عملش كده وما ما حشاش السنه كويس وما خدش اشعه بعد الحشو عشان يتاكد او يطمن ان الحشو. نعم. معموله كويس وصنفرها من الجنب، هتلاقي ان هو برضو يعني فيها زوايد عملت جيب. نقدر نقول ان احنا باختصار شديد جدا ان احنا لما نيجي نعمل حاجه في الاسنان نرجع شكل الضرس زي اللي ربنا خلقه. للي ربنا خلقه، حتى لو العين جاي لك مش زي ما ربنا خلقه. نعم. بس لازم. نعم. نرجعها زي ما ربنا خلقه. طيب نختم بقى بموضوع الضحكه اللثويه. ايه هي الضحكه اللثويه وبنعالجها ازاي عن طريق استخدام الليزر؟ الضحكه اللثويه ان العيان اللثه بتاعته بتبان في الابتسامه بتاعته. نعم. دي ممكن تكون ليها عده اسباب، ممكن تمام. يكون اسبابها نتيجه الفك نفسه طالع لبره. نعم. يعني انا لو طلعت ده لبره، انا شفايفي كده طلعت ده لبره فراحت شفايفي اتزحلقت. تمام، بقت باين اللثه بقت باينه. بالظبط. او ان فعلا يكون العيان عنده يعني التون بتاع المصل او العضلات بتتشد جامد لما بيجي يضحك. تمام. خلاص فبترفع اللثه بشكل اكبر من الطبيعي. فدي ممكن عليها بوتوكس. او ان العيان عنده لخبطه في الاسنان، دي حته انا بحب برضو اقولها كويس جدا، لخبطه في الاسنان دي بتخلي برضو السنان ترفع. يعني خلي بالك لو كل واحد ركز في حد قاعد جنبه. نعم. في سنه راكبه على سنه هيلاقي ان الشفايف بتاعته مرفوعه هنا في جزء عن جزء. تمام تمام. فكل حته في حركه في الاسنان بتاثر. كان جات لي عيانه قبل كده من مكان بعيد، وصلت لحد العياده عندي وقالت لي انا عندي كان عندها بتاع يعني 7 ملي 7 ملي. تمام. باينه حاجه كبيره جدا. كتير جدا طبعا. وكانت متحوله لي من دكتور من هو الطبيعي ما يبانش حاجه من اللثه في الابتسامه صح كده؟ ايه؟ الطبيعي ما يبانش حاجه من اللثه في الابتسامه. طبيعي يعني. عند البنات ممكن 2 ملي. نعم. الشباب لا. تمام. فهي كانت متحوله لي اصلا من دكتور في دبي، كانت مش قادره تروح له فقال لها رشح لك دكتوره ليزر في مصر. تمام. فالحمد لله رشحني. اما جات لي انا بكل بساطه قلت لها اقدر اعمل لك ليزر وننزل نمسك الشفايف ننزل ونربطها في مكان كده بحيث زي ما بيتعمل بره مصر وكده. تمام. بس انا انصحك بتقويم. نعم. فقالت لي تقويم وهقعد قد ايه؟ قلت لها اسمعي نصيحتي. فعلا تقويم خلال 6 شهور السنان رجعت. تمام. هي الحاله ما شاء الله كانت تستجيب بسرعه فخلعت التقويم في وقت قصير. نعم. بس لما خلصت في الاخر اللي كان باين مثلا 3 ملي ولا 2 ملي قدرنا بقى ان احنا نتدخل بقى بالليزر ساعتها. فساعتها انا سالتها سؤال. قلت لها راضيه عن حالتك ولا حابه بقى نخش في الليزر كقص للثه او كجراحه؟ نعم. فراحت قالت لي لا خلاص انا راضيه جدا. تمام. فعلا وكان انا ما مدتش ايدي فيها. تمام. فهي ان انت انك يكون عندك الامكانيه انك تعرف سبب الابتسامه اللثويه ايه دي وتعالجها. صحيح. لما العيان مثلا بيروح لدكتور جلديه وعنده ابتسامه لثويه اول حاجه بيفكر فيها بوتوكس بس.
تمام. لما بيروح مثلا لدكتور تخصص ما في الاسنان، احنا تسع تخصصات تقريبا. نعم. فلازم ان الدكتور يبقى عنده اويرنس بكل التخصصات الثانيه بالظبط. مش لازم عشان انا دكتور ليزر ان العيان ده هعالجك بالليزر. لا صحيح. اكون فليكسبل جدا، يعني زي ما بنشوف بعض حد مثلا عنده عوجاك في الاسنان فيقوم حد على له بتركيبات في حين بنكلم دكتور تاني انا في حاله كذا كذا بالظبط، او لو المركز عندك فيه الدكتور فبنقول له والله نعم. الحاله دي حاله مثلا تقويم كذا. تمام. للاسف احنا انتهى وقت الفقره عندنا سريعا جدا. نورتينا دكتور اسراء حرب اخصائيه التجميل. انا يعني سعيد جدا بوجودك معانا، وان شاء الله يعني على وعد بحضرتك بلقاءات اخرى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ونكمل بقى مواضيع مهمه، يعني احنا لسه عندنا الجزء بتاع البوتوكس والفيلر ده بحر تاني يعني. ان شاء الله باذن الله. يعني انا بجد اتشرفت بيكم جدا ومبسوطه ان انا جيت القناه. اتشرفت بحضرتك جدا. اتشرفنا بحضرتك جدا دكتور اسراء حرب اخصائيه التجميل والليزر لطب الاسنان من جامعه جنوا ايطاليا، دبلوم التجميل الوجه والرقبه بالبوتوكس والفيلر من جامعه جنوا بايطاليا. شكرا لحضرتك يا دكتور. كذلك بتوجه بالشكر للسادة المشاهدين، استنونا لسه فقرات برنامجنا مكملة معاكم، اوعوا تروحوا في أي مكان.